النهاردة عملنا سلايم حلو جدا، طريقة حلوة قوي، بمكونات من البيت، والسر في مكون واحد بس عندي في البيت ما اشتريتهوش من بره، هو اللي خلالي السلايم حلو قوي كده. مش هنشتري اي حاجة في البيت. بجد تحفة قوي. شايفين البلالين؟ يلا نعمل بالونة تاني. يلا بينا نشوف الطريقة وعملنا الجمال ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الطريقة بتاعتنا بتاعت السلايم. ما تنسونيش حبايبي في اللايك وشير للفيديو لكل اصحابكم. المقادير سهلة جدا، وزي ما قلنا كلها من البيت، مش هنشتري حاجة ابدا، بدون قناع للوجه، بدون غيرة، بدون صمغ، بدون اي حاجة هنشتريها من بره، كله هيكون من البيت ان شاء الله، واحلى نتيجة زي ما شفنا السلايم في اول الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هحط كيسين من الشامبو بالشكل ده، وحالا هقول لكم على المكون اللي خلى السلايم جميل قوي كده. هحط كيسين من الشامبو بالشكل ده. لو ما عندكيش مثلا ازازة، انما لو عندك ازازة هتحطي معلقتين شامبو. بعد كده هتبتدي تحطي، لو كوباية كبيرة هتحطي نص كوباية مية، انما لو كوبايتك صغيرة يعني الا ربع كده، خليها نص كوباية مية، ونقلب كويس جدا وندوب الشامبو مع المية، ودي خطوة مهمة جدا عشان يندمجوا مع بعض بالشكل ده. طريقة سهلة جدا وان شاء الله تحبوها، لانكم مش هتشتروا حاجة من بره. بعد كده هحط اي لون عندي، حتى اللون ده كان قديم عندي يعني ما اشتريتوش، اي لون عندي، عندك لون فلوماستر، عندك اي حاجة، مكياج، اي حاجة حطي نقطة منه هيعمل لك احلى لون، مش شرط نشتري اي حاجة. هتعملي طريقة حلوة قوي لأولادك وهتفرحي بيها جدا. المكون اللي بعد كده هنحط 3 معالق من السكر، عادي مش مطحون زي ما احنا شايفين كده، سكر خشن عادي عشان ما نتعبش في اي حاجة. هقلب كويس جدا، لازم ادوب السكر كويس جدا مع المكونات اللي حطيتها بالشكل ده، لازم استمر في التقليب جامد قوي. خلاص كده انا مش عايزه الميه وشلتها، اقلب تاني لغايه اما احس ان مفيش حبيبات من السكر في الطبق من تحت بالشكل ده. كده داب اللون مع الميه مع الشامبو مع السكر، تمام قوي كده. بتأكد. بعد كده هجيب اي حاجة ينفع تتحط على النار وهفضيها بالشكل ده علشان هحطه اقلبه يتقل على النار. يبقى المكون اللي خلى السلايم بتاعي جميل جدا هو السكر. طبعا احنا عارفين لما بنحط السكر على النار بيتقل بالشكل الجميل ده، انا كده نزلته من على النار، شايفين تقيل ازاي،
بس طبعا لسه ما بقاش سلايم، لازم تسيبه يبرد خالص خالص. شايفين الشكل ده اهو لزج نازل في الطبق بتاعي، بس طبعا سخن جدا جدا، اوعوا تحطوا ايديكوا في اللحظة دي. زي ما احنا شايفين كده تقيل وبقى احلى سلايم. كده انا فضيت كل الكمية بالشكل ده، هبتدي بقى اقلبه كده باستمرار بحيث ان هو يبرد معايا. لاحظوا ان كل ما بيبرد كل ما بيتمدد، وكل ما ايه بيتقل معايا جدا، وبيبتدي يتكون السلايم بتاعي بالشكل ده، تحفة. ابقوا اكتبوا لي اللون اللي تحبوه في السلايم اللي جاي، واكتبوا وصفاتكم عشان ان شاء الله انا لسه في وصفات مشتركين كتير باذن الله. هنعمل سلسله وهننزل اسبوع وصفات للمشتركين الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، كله هيكون وصفات مشتركين. اكتبوا وصفاتكم واعملوا اللايك والاشتراك في القناه. زي ما احنا شايفين كده السلايم ابتدى يتكون معايا، وابتدى كمان بيسيب الطبق خلاص، بس انا لسه برضو بقلب بالشكل ده. شايفين خطوة بخطوة اهو، ما طفتش الكاميرا علشان اوريكم الخطوات. طبعا احنا عارفين اي سلايم فيه سكر، السكر طبعا بيلزق. حطيت زيت بالشكل ده وهبتدي اتعامل مع السلايم عادي جدا. الزيت هو علاج التلزيق بالشكل ده، حتى ايدي ما بقاش يلزق فيها خلاص، اداني احلى نتيجة. زي ما احنا شايفين كده بيتمدد حلو جدا بجد، تحفة. ومن مفيش كل حاجة كانت عندي في البيت، يعني حتى لو ما عندكيش ازازة شامبو تاخدي معلقتين، هتشتري كيسين، الكيس عامل نص جنيه، تحفة. خلاص مبقاش يلزق، زي ما احنا شايفين النتيجة اكتر من رائعة. ما اشتريناش حاجة ابدا، حتى اللون انا جبته من عندي، ما عندكيش لون زي ما قلتلك اتصرفي. احلى نتيجة ممكن تطلعي بيها سلايم بمكونات من البيت. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفوا عالم اماني. حبايبي يا رب يكون السلايم عجبكم، عايزة رأيكم في الكومنتات. مع السلامة، سلام عليكم.